السنة اللي فاتت اتكلمنا عن الهدف من الحفلة. احنا كل سنة بنعمل الحفلة دي لسبب واحد، والسبب الأساسي ان الولاد اللي دخلوا كشافة معانا وقعدوا سنة بنحتفل بيهم وبنلبسهم المنديل وبنعمل لهم حفلة بنسميها حفلة الوعد. حفلة الوعد بتختلف من الأشكال، بيوريهم حفلة وعد معينة، المبتدئ المتقدم بيوريهم حفلة وعد معينة، وبالنسبة للجوالة بيبقى ليهم حفلة وعد معينة. احنا هنا هنعمل حفلة وعد معينة، في وعد دايما بيتقال، الوعد بيتقال هنا والولاد بيعيدوه ورانا، وبعد كده بنبتدي نلبسهم المنديل. فلو سمحت اسابونا يجي عشان يلبس الولاد المناديل. دلوقتي هنعمل حفلة الوعد. حفلة الوعد لسه اللي مش لابس منديل ما بيعملش التحية، اللي لابس المنديل وعمل حفلة الوعد السنة اللي فاتت بيعمل التحية اللي هي تحية الكشافة اللي احنا